إلى الملف الإيراني الآن وازدواجية التصريحات، فبعد تلميح إيران إلى استعدادها لوضع برنامجها الباليستي على طاولة المفاوضات، تراجع وزير الخارجية الإيراني عن تلميحه مؤكدا مضي بلاده في برنامجها الصاروخي. من جهة أخرى اتهم محمد جواد ظريف واشنطن بشن حرب اقتصادية على الإيرانيين ترقى إلى حد الإرهاب كما قال، وأضاف بمجرد أن تتوقف الحرب يمكن أن تعقبها أمور أخرى لتهدئة التوتر. الآن ينضم إلينا في أبو ظبي خبير الشؤون الإيرانية في مركز الإمارات للسياسات الدكتور محمد الزغول. دكتور الزغول مساء الخير، مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار. تصريح أولا كان لافت لمحمد جواد ظريف بأنه يعني طرح مسألة البرنامج الصاروخي البرنامج الباليستي وجعله قابل للتفاوض، مع أنه وضع يعني شروط تعجيزية تقريبا أمام هذه المسألة، ولكن فكرة أن يفتح هذا الموضوع للنقاش أيضا كانت فكرة لافتة. اليوم بسرعة إيران تتراجع عن هذا الموضوع على لسان أكثر من جهة، هل كانت زلة لسان من السيد محمد جواد ظريف أم كان بالون اختبار كما يقول البعض في هذا المجال؟ مساء الخير مهند لك وللسادة مشاهدي سكاي نيوز عربية. يعني من الواضح بأن هنالك صراع محاور في إيران وهنالك صراع إرادات في داخل النظام الإيراني حول مسألة التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نعرف مهند بأن الحرس الثوري يحاول عرقلة أي حوار يمكن أن يفتح مع الإدارة الأمريكية الحالية. رأينا مثلا في زيارة أو محاوصات اليابان كيف تصرف الحرس الثوري في منطقة الخليج ل إفشال الوساطة اليابانية، وعقب ذلك أيضا يعني الهجوم على الناقلات وإسقاط الطائرة. ثم في الوساطة الفرنسية الحالية التي يعني سيبادر إليها الرئيس الفرنسي، فوجئنا أمس أيضا بالإعلان عن اعتقال مواطنة فرنسية في طهران. أيضا هذه يعني تعد مؤشر من الحرس الثوري على أنه يرغب بإفشال هذه الوساطة. هنالك شبه قرار يعني متخذ داخل الحرس الثوري بعدم التفاوض مع الإدارة الأمريكية الحالية، بينما الحكومة الإيرانية برئاسة الرئيس حسن روحاني تحاول قدر الإمكان جس النبض والبحث عن سبل لإبقاء مجال الدبلوماسية مفتوحا. أيضا الإدارة الأمريكية تريد إبقاء هذا المجال الدبلوماسي مفتوحا. شاهدنا كيف أن الإدارة الأمريكية عدلت عن إقرار العقوبات على وزير الخارجية ظريف، ثم يعني قامت بإصدار تأشيرة له لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، ويقال بأنه أيضا تم إصدار تأشيرة لاثنين من مرافقيه الذين يمثلون مكتب الولي الفقيه خامنئي. وبالتالي هنالك رغبة أمريكية أيضا بالانفتاح على حوار مع الحكومة الإيرانية، ولكن إدراك أيضا من جانب الإدارة الأمريكية بأن الحكومة الإيرانية الحالية لا تملك صلاحيات في هذه الملفات التي يعني يجري التفاوض حولها باستثناء الملف النووي لأنه أساسا تم نقله إلى وزارة الخارجية. أما ملفي البرنامج الصاروخي والنفوذ الإيراني الإقليمي فهي ملفات حصرا بيد الحرس الثوري، وهو لغاية الآن يبدو أنه لا يريد التفاوض بشأنها. طبعا التأشيرة التي أشرت إليها دكتور الزغول التي منحت لمحمد جواد ظريف للذهاب إلى مقر الأمم المتحدة تأشيرة مقيدة صحيح. بشكل كبير صحيح. وهي يعني تمنحه فقط حق التنقل من مقر الأمم المتحدة إلى مقر رئيس البعثة الإيرانية وفقط. لكن على كل حال دعني أعود إلى مسألة الصواريخ، برنامج الصواريخ. اليوم أيضا متحدث باسم البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة يقول صواريخ إيران ليست مطروحة للتفاوض تحت أي ظرف من الظروف مع أي فرد أو أي دولة. كما نعلم وكما أشار دكتور الزغول، هذا البرنامج يعني يعود مباشرة إلى الحرس الثوري، لا الوزير ظريف ولا غيره باستطاعته أن يتحدث بحرية حول هذا الملف بدون ضوء أخضر من هذه الجهات. لماذا برأيك مرة أخرى طرح السيد جواد ظريف هذه المسألة مع أنه يعلم جيدا أن هذا البرنامج هو برنامج سيادي ويخضع لسيطرة وقرار الحرس الثوري أولا وأخيرا؟ يعني هو من جانبين يبدو أن ظريف أراد أن يصطاد عصفورين بحجر كما يقال. أولا أراد أن يجس نبض الحرس الثوري في الداخل وكيف سيتفاعل مع هذا التصريح، ولذلك جاء التصريح مقيدا بشروط تعجيزية كما تفضلت أخي مهند. وأيضا أراد أن يجس النبض في واشنطن في حال أراد طهران التفاوض حول الملف الصاروخي حصرا، كيف سيكون ردة فعل واشنطن. نحن نعرف أخي مهند بأن طهران لا
تريد التفاوض على هذه الملفات مجتمعة بشكل شمولي كما ترغب إدارة ترامب. إيران تريد تجزئة الملفات، تفاوضت سابقا حول الملف النووي، الآن هي لديها استعداد للتفاوض حول ملف واحد من الملفات الخلافية، ولن تقبل بتفاوض شمولي كما أعلن بومبيو عن 12 شرطا كاملة يريد طرحها على الطاولة مرة واحدة. تريد مفاوضات ماراثونية طويلة الأمد تمتد لسنوات، وعلى يعني برنامج أو على جزء واحد ثم ينتقل إلى جزء آخر وهكذا، بحيث تمتد هذه السنوات هذه المفاوضات إلى سنوات طويلة. كما أن المخاض الذي أنتج الاتفاق النووي يقال بأنه استمر لأكثر من 10 سنوات، تريد إيران أن يكون لكل من هذه الملفات 10 سنوات أخرى تمضي ويبقى النظام الإيراني يطيل في عمره عبر هذه الأدوات التفاوضية التي لا تنتهي. أخيرا دكتور زغول، بالأمس الرئيس ترامب أشار إلى أنه تم إحراز تقدم كبير كما قال في جهود الحد من التوتر، إلى ماذا كان يشير برأيك؟ يعني البعض تفاجأ من مثل هذه التصريحات، باختصار لو سمحت. يعني أعتقد أن هنالك رسائل نقلت إلى الإدارة الأمريكية عبر المبعوثين اللذين رافقا ظريف في زيارته إلى واشنطن، ويعتقد بأنهما مرتبطان بمكتب الولي الفقيه. يبدو أن هنالك رسائل نقلت إلى واشنطن، وأعتقد أنها أيضا تتعلق بالبرنامج الصاروخي الإيراني، ولكن سوف تكشف الأيام القادمة ما الذي يقصده تحديدا الرئيس ترامب. ولكن مجمل المؤشرات الموجودة في طهران وخارجها تشير إلى أن إيران سوف تطرح أحد المحاور الخلافية للنقاش وليس كلها مجتمعة. وهذا المطروح الآن والذي يجري حوله الحوار هو البرنامج الصاروخي الإيراني. شكرا جزيلا لك الدكتور محمد الزغول، خبير الشؤون الإيرانية في مركز الإمارات للسياسات، كان معنا مباشرة من أبو ظبي.